أبدت الجبهة التركمانية امتعاضها من إجراءات صحة كركوك، موعزة السبب لاختيارهم مستشفى قديم للحجر، وطالبوا بتوفير مستلزمات وقائية للكادر الصحي ونظافة الردهات وتوفير اسطوانات الأكسجين للمصابين بالسرعة الممكنة. صراخ واستنجاد وعويل العوائل التي ترقد مستشفى كركوك، تارة يطلبون الأكسجين وتارة يشكون من سوء الخدمات. وكما هو معلوم أن الوضع الصحي في كركوك بات في تراجع تام، ولا نجد تدخلا وافيا جديا من قبل وزارة الصحة. دائرة صحة كركوك تعلن ازدياد حالات الإصابات في الآونة الأخيرة، الأمر الذي أدى إلى ازدياد الحاجة الماسة للأكسجين، فضلا عن استحداث مستشفى الجمهوري للعزل، إضافة إلى مستشفى العزل في الحي الصناعي والعزل الثاني جنوبي كركوك. في الأيام الماضية دائرة صحة كركوك وفي عموم البلد كان هناك تزايد للإصابات بفيروس كورونا. في البداية كانت مؤسساتنا تستقبل من حالة إلى حالتين، لكن في الأسابيع الماضية ظهرت تزايد مفاجئ، وهذا التزايد في جميع مؤسساتنا الصحية في كركوك. دعم للجهود يعني خلية اللازمة ورئاسة صحة كركوك، شركة كورك وفرت مجموعة من قناني الأكسجين ذات نوعيات ممتازة ومن مناشئ يابانية، واحنا دائما يعني دعم هاي الأزمة هي واجب إنساني ووطني مقدس. دعما للإنسان وللإنسانية ولغرض رفع الثقل عن كاهل صحة كركوك وعن مرضى كورونا، وفرت شركة كورك للاتصالات ما يقارب 60 اسطوانة للصحة، فضلا عن وزارة النقل وشركة النفط والتي أسهمت جميعها بإنقاذ المصابين. سعد السلطان، قناة التغيير، كركوك.